ما الله يحفظكم يا ربي. الله يخليك. الحمد لله. شلون تشوفون هاي اللمه وهاي الاجواء الحلوه؟ الاجواء حلوه. قاعدين مباشره على الشمس. مع العلم. مع العالم تنهزم من الشمس. الشمس حلوه. مو قويه حيل. مو قويه. لا الحمد لله قياسا بشمس بغداد. تبون بغداد؟ 100 هلا بالبغداد. حلوه هاي الاجواء، اجواء العيد. طبعا كلش حلوه وسفراتهم حلوه هنا تونس الحمد لله. الله يديم الامن والامان على هالبلد يا رب. اريد يعني فد امنيه فد دعوه من حضرتك. ماكو غير هي الامن والامان لهالبلد هذا. اي والله الحمد لله والشكر. نفتقد هواي بمحافظاتنا هيك اماكن سياحيه. بس هو الشمال معروف من قبل، ونسا والشلالات حلوه. اول مره. هوايه جايين احنا هوايه جايين. بعدين وين راح تروحون؟ مصايف ويا شركه نفطر. شركات جايين. يعني عندكم برنامج خاص بكم وراح. بعد يومين رحت لدهوك. شلون شفتوا الاجراءات والتسهيلات من دخلتوا من اربيل؟ والله زينه. لا زينه الحمد لله وهذا ابني وبنتي وجنتي الحمد لله. الله يخليك. الله يسلمك. جنتي؟ ابنك؟ ما شاء الله الله يخليهم ويحفظكم. جبتوا كل ياكم من بغداد لو كله من هنا؟ اي وبعض العوائل تجيب اكل وياها من هنا. شنو جبنا؟ بطرق هدومنا. يلا خلينا نشوف كل سنه وانتم بخير. وانت بعد بخير. سعيد عليك. على الجميع ان شاء الله تسلم. قدمينا تهنئه وشلون تشوفين هذا الجو؟ والله كلش حلوه وجو لطيف والجو حلوه. تسلم. احلى من بغداد؟ ها؟ احلى من بغداد؟ والله الجو احلى لانه ابرد شوي والمكان حلو اكيد احلى شوي. اي احلى. اول واحد عادتي منو؟ والله عمتي وزوجي. وبعدين يلا زوجي والله عافيه عليك. تسلم. وما زعل عليك. يلا يلا كل عام وانت بال وخير. كل عام وانتم بخير والسلامة ان شاء الله. عيد سعيد عليكم الله يحفظكم. امين الحمد لله. يلا احكي لي شو تشوفين هاي اللمه وهاي الاجواء؟ حلوه كلش حلوه ونظيفه والاجواء هادئه وحلوه. بعد كل عيد تجون لو خلص بعد؟ والله انا قلت لامي بعد كل عيد نجي. لمن قدمت التهنئة ولمن تحبين تعايدين؟ أول واحدة عايدت أمي طبعاً. طبعاً خليها الحجي. قدمت التهنئة لقرايبي لأنهم شفتهم وعايدتهم كلهم. الموبايل موجود بالموبايل. يعني بس الشوفة تختلف أول يوم العيد نجمع بيت جدي. إيه. يلا كل عام وأنتم بخير والسلامة إن شاء الله. خلينا ناخذ شو اسمه؟ مهدي. خلينا ناخذ مهدي قبل يسأل علينا مهدي. كل عام وأنتم بخير حبيب مهدي. السعيد عليكم الله يحفظك. الله يسلمك. من عايدت بالبدايه؟ والله اكيد الحجيه واهلي واخواني واخواتي. أيه. عندك احد زعلان عليك شيء؟ لا الحمد لله. ابد؟ من ناس صديق قرايب؟ لا ما احب ازعل احد. هو دائما العراقيين طيبين قلوبهم طيبه. طبعا اكيد. أكيد طبعا. مشاهدينا الكرام.